الطلاق ده حلو بشكل. خشي على اللغط. خشي على اللغط. ايوه الحته دي، الحته دي حلو قوي. ايوه بس خشي على القفا عشان شعبان بهدل. الله. يا سلام. قسم وسمعني. انا نمت. مين دول يا مامي؟ دول اكيد الناس بتوع فيلم سيف العداله. بصي اهو الولد ده شبه بروسلي. بس يا ولاد بطلوا قله ادب، يلا روحوا على اوضكم، ما تطلعوش غير لما ناديكم. طب مامي انا عايزه حد يعمل لي مساج زيكم. مساج ايه؟ انت لسه صغيره على الكلام ده. بعدين بعدين هتتجوزي ويطلع عينك. ادخلي. بقول لك ايه يا جوجو، معلش يعني اسالك سؤال كده بس من حقي اساله، هي الجلسات دي تقريبا كده بتكلف كام؟ جوجو دي نامت دي ولا ايه؟ جوجو جوجو. لا انا صاحيه صاحيه بس مكسله ارد عليك. يا حبيبتي عندك حق بصراحه. بصي يا حبيبتي بقى، الجلسات دي بالاعشاب بالزيوت الطبيعيه، واللي واقفين دول جايين من الصين علينا كده دايركت، وكل واحدة مننا العملية دي بتتكلف 3000 جنيه. الواحد يعني اليوم ب3000. ها يوم ايه يا حبيبتي؟ كل نفر فينا بيتكلف 3000 جنيه. نعم 3000 جنيه. ايه يعني احنا التلاتة ب9000 جنيه جوجو؟ وتقولوا لي يا زمينة يا انجي علشان اخرجك من حالة الاكتئاب. امال لو عايزه تجيبي لي اكتئاب كنت عملتي فيا ايه؟ نهار اسود 3000 جنيه في سلطه بلدي؟ امال يا اختي لو كانت شيكن سيزر سلط كنا دفعنا كام؟ انا اعرف. اشتغل يا ماما بذمه بقى. ها وانت كمان كمان اديله جامد. لا 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 مش قوي كده. لا يا ابني مش كده قوي. 9000 جنيه يا حبيبي مش كده. اشتغل يا بنت انا هوديك تمسحي الشقه. هات يا بنت واخده 3000 جنيه احنا دافعين ثمنها في سلطه. طلع عينك بيض. هاتي اوعي تاكلي اللي كانت على مناخيري دي. كل الكلة اللي كانت على خدي دي كل جميلة دي اللي على خدي دي حلوة. خلاص يا مستر، خلاص يا مستر كفاية يا حبيبي. لا انتي ما تبطليش اديها بقى. والبتاعة دي ايه؟ ده تلاقيك كاتل بقى يعملوا لنا دور شاي عشان نحبس السلطة. مش عارف مامي بتعمل ايه بره، فاكره نفسها كيم كارداشيان. نفس جو الافلام القديمه اللي هي بتحبها. يعني ايه مش فاهم؟ بابي سابها يبقى لازم تبدا حياتها كلها من اول وجديد. شفت الحوار ده في مليون فيلم قديم وكلهم ساقطين. بس انا شايف مامي ان هي قاعده معانا سنين، ومش السنين دول اللي بيمشوا على الحيط. بيمشوا على الحيط ايه يا سوني؟ انت فاكرهم صراصير؟ دول دكاتره التجميل. طب هما جايين يعملوا ايه في مامي؟ جايين يصنفروها ويظبطوها. قصدك نجارين بقى مش دكاتره. بيقولوا ايه؟ شكلهم بيتفقوا علينا كده هيقتلونا. ده ممكن يطلعوا عصابة على فكرة، متنكرين بتوع مساج ويموتونا. وشي هيفرقع. ايه ده؟ يا 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 في ايه؟ في ايه؟ الايدين اتغيرت ولا ايه؟ مالك ايدك ضعف كده ليه؟ اشتغل. مامي عاملة كده ليه؟ ايه؟ مامي؟ تقريبا بتعمل صنفرة ودوك وبتوضب. يعني ممكن ترجع زيرو تاني ولا ايه؟ طول ما إرادة الأمل موجودة إن شاء الله هنشطب. وأنا عندي إرادة أقوم أضربكم أنتوا الجوز بالجزمة القديمة. إيه ده؟ بتضرب مين؟ هي جوجو مش أنتوا طبعا، العيال واقفين وراكم. عيال؟ ومفيش أمل إن أنتوا تفلتوا مني النهاردة، إيه رأيكم بقى؟ يعني بعد تعب السنين ده كله هتجري ورانا وتبوظي التشطيب السوبر لوكس اللي في وشك ده؟ ما يصحش ما ينفعش. إلهي شطبوك انت وهي في يوم واحد، ايه رايكم بقى؟ انا لازم اهتم بنفسي علشان التعب اللي شفته مع ابوكوا. انا كنت مكبوته. امشي يا واد انت وهي من هنا. امشي ادم. اشتغل اشتغل يا دوب 9000 قوي جنيه. قوي
مين المزه دي؟ ايه يا سموره؟ انا انجي. انجي؟